أهلك بقى كان موقفهم عامل إزاي من الرياضة ومن الكورة؟ لا والدي كان برغم ان هو كان زملكاوي بس كان مبسوط جدا. والدك اصلا كان انا ما زملكاوي؟ خدتش وقت حضرتك، انا في سنه بقيت لعيب في النادي الاهلي. والدك كان زملكاوي. طيب ازاي بقى رحت النادي الاهلي؟ ما ده برضو خلي الناس تسأل، بس ما انا انت كنت كده اهلاوي. ازاي بقى؟ انا كنت اهلاوي. في البدايه قلت لك موضوع الكابتن احمد مهاري والكابتن فتحي ماشا كان معاه في يعني الجيش. انت مش اهلاوي بالوراثه، انت لا لا اهلاوي خالص. بالاراده. لا انا انت اخترت ان باختيارك. كنا بنتابع المباريات وانا حبيت النادي الاهلي وبقيت اتابعه وحابب لعيبته. ما ايه هي حاجتين يخلي الانسان يرتبط بالنادي، ممكن نتائج الفريق بيكسب بياخد بطولات ففي شخص فطبيعي. بيحب الفريق اللي بيفوز طبعا بيرتبط بيه. بالظبط. وفي في ممكن شخص بيحب طريقة لعب فريق ممكن معين. نجم كبير هو اللي حاببك في النادي. ده حقيقي، ده يعني حقيقي. انا بعتقد ان الكابتن الخطيب في فتره السبعينات دي اعتقد زود شعبيه النادي الاهلي. يعني الناس حبوا الاول الكابتن الخطيب كلاعب كوره وامكانيات و و وانتمائه للنادي الاهلي، في الناس راحت للنادي الاهلي. كان في فتره قديمه بيقولوا عليها الناس الاكبر مننا سنا ان برضو الكابتن حماده امام الله يرحمه زود شعبيه النادي، برضو نادي الزمالك. كان نجم كبير ومحبوب، الناس حبته او قبل ما تشجع نادي حبته بانتمائه لنادي الزمالك هم برضو انتموا ليه. فهي حاجتين يعني. انا مثلا انا كنت على المستوى العالمي بحب فريق برشلونه، بس انا بحبه عشان ميسي، وفي ناس بتحب مثلا ريال مدريد عشان كريستيانو رونالدو. وبطلوا يحبوه لما مشي كريستيانو؟ انا مش متابع دلوقتي برشلونه قوي زي الاول. فتره تالق برشلونه مع ميسي كنت انا بحبيبها يعني. صحيح. يعني هي يمكن في بعض اللاعبين كنت نجوم يعني في النادي الاهلي انا كنت بحبهم يعني، فممكن دي خلتنا ننتمي للنادي الاهلي.